اتعرف بيك؟ احمد حسن. ايه اهم قرار خدته في حياتك؟ اهم قرار خدته في حياتي اللي انا ساعدت والدتي ووالدي لما هم كانوا تعبانين، واخد بالك، ووقفت جنبهم لغايه لما شفتهم وربنا افتكرهم في الاخر. طب كرمتهم والحمد لله. وايه اهم قرار برضو انت خدته وكان ندمت عليه بعد كده؟ ندمت عليه ان انا وقفت مع قرايبي بالحب وكل حاجه وندمت فيه، واخد بالك، هما دخلوا في مشكله وانا حزنت فيه، ما وقفتش بقى بعد كده مع اهلي ولا شفت اهلي بعد كده، ان انا وقفت جنبيهم. هما طبعا ما وقفوش جنبي حتى بعد ما والدي توفى، والدتي حتى ما سالوش عني ولا قال لي صايع صايع بقاء لله. ايه اكتر قرار في حياتك خدته يعتبر مهم؟ قرار حياتي المهم يعني؟ اهم قرار في حياتك. ما فيش قرار مهم في حياتي. طب في قرار خدته وندمت عليه طيب؟ لا، دي مواضيع كده، مواضيع مع اخواتي وبتاع بس. شكرا. تعرف بيك؟ رضا عبد العزيز عبد اللطيف زميلي. ايه اهم قرار خدته في حياتك؟ اهم قرار خدته في حياتي ان انا اتجوزت الحمد لله. طب واكتر قرار خدته في حياتك؟ اكتر قرار ندمان عليه. ندمان عليه؟ اتجوزت برضه. ان انا اتجوزت برضه. تعرف بيك؟ ابراهيم. ايه اهم قرار خدته في حياتك؟ والله اهم قرار هو دخولي الكليه، يعني خارج هندسه وكانت قدامي فرصه سفر والكليه، بعد كده اخترت الكليه والحمد لله ده كان قرار مهم واختيار موفق بفضل الله. طب وايه اكتر قرار ندمان عليه؟ والله مفيش قرارات الواحد بيندم عليها قوي، بس ان انا لسه موجود في مصر يعني. بس سعيد. ايه اهم قرار خدته في حياتك؟ قرار ان انا مش مستقيم. طب وايه اكتر قرار خدته ندمان عليه؟ بلاش. ابراهيم نصر حافظ. ايه اهم قرار خدته في حياتك؟ اهم قرار خدته في حياتي في البلد دي لسه لغايه دلوقتي ما حدش فينا خد قرار ولا هياخد قرار طول ما احنا الدنيا مش مستقره بالطريقه اللي احنا فيها دي. طب وايه اكتر قرار انت خدته ندمان عليه؟ ندمان عليه؟ لا الحمد لله. أنا وبعدين